على هذه السلاسل الجبلية من جبل النار إلى جبل نابضة ومفرق موزع، دارت معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في تضاريس بالغة التعقيد. سيطر خلالها الجيش الوطني مسنودا بغطاء جوي من طيران التحالف على قرى الغرافي، الزقيرية، البوالع والثوبان شرق المخا، بالإضافة إلى جبال أخرى شمال جبل النار وصولا إلى مفرق موزع. السيطرة على جبل النار ومحيطه ومفرق موزع يضع معسكر خالد تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني. تطورات عسكرية عقب وصول تعزيزات كبيرة من قوات التحالف إلى مدينة المخا استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من عملية الرمح الذهبي بحسب تأكيدات عسكرية. تمضي المعركة على السلسلة الجبلية المتاخمة للساحل الغربي بالتوازي مع تقدم ميداني ملحوظ للجيش الوطني الذي يقترب من تخوم مديرية الخوخة أولى مديريات الحديدة، والتي تشهد هي الأخرى مواجهات ضارية. كما يبدو فالأهمية تتجاوز تحرير وتأمين الساحل الغربي المحاذي لمدينة تعز، فالأبصار هذه المرة تتجه نحو الحديدة، المعركة المرتقبة للجيش الوطني وقوات التحالف.